صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت. ها؟ يقول أحسن الله عليكم: كنت صائما هذا اليوم وأذن المؤذن للمغرب حسب التوقيت، ولكن وأنا في طريقي بالسيارة ومن مكان مرتفع رأيت ضوء الشمس لا زال باقيا، ولم أفطر حتى انتهى المؤذن من الأذان وتيقنت غروب الشمس. يا أخي غروب الشمس ما هو بالضوء، غروب الشمس القرص، إذا غاب القرص غابت الشمس، ولو بقي الضوء الضوء يبقى بيتأخر، ما هو بالكلام على الضوء، الكلام على قرص الشمس إذا سقط في الأفق أفطر الصائم، وأما الضوء فهو يبقى بعد الشمس، الشعاع يبقى بعد الشمس بعد غياب الشمس. نعم.